صباح الخير وكل عام وانتو بخير. ميري كريسمس اند هابي نيو يير. الان وصلنا الى بحيرة شيبان. هذا امامنا بحيرة شيبان. راح نصور لكم اياها على الهواء مباشر. شوفوا الاجواء شلون في البحيرة. درجة البرودة ايش قد طلع يمك ابو خليفة؟ ناقص ايش قد؟ ناقص 3، يعني 3 تحت الصفر. لكن الجو بارد، لكن القهوة الإماراتية تدفينا. أوكي؟ هذه الأجواء في بحيرة شيبان الآن. طبعاً راح أتوقف من النقل المباشر إخوان، تعذرونا إحنا مصوريها قبل، فتقدرون تدخلون على اليوتيوب تشوفون، اكتبوا بحيرة شيبان في الشتاء، اكتبوا بحيرة شيبان تحت الجليد. راح تلقون شلون متجمده.